يا مساء الورد، عايزة اجرب حاجات على ما الناس عملوا حاجات جديدة. يا مساء الورد، اخباركم ايه؟ سامعيني كويس؟ مساء الفل عليكم، يعني كلكم وحشتوني جدا. مساء الفل. انا مش عارفه ليه حاسه طالعه كاني ورايا فوتوشوب، كاني ورايا كروما. الحمد لله بخير، اخباركم ايه؟ الحمد لله والله كله تمام، الاضاءه كويسه والصوت كويس وكله حلو. اول حاجه انا عامله لايف النهارده عشان اللي معرفش يسمعني ويحضرني في الروم بتاعت كلاب هاوس. في ناس كتير قوي زعلانه وقالوا لي ان هم ما كانوش عارفين يسمعوني، ف قلت لا لازم اطلع لايف. يا دودو منوره، علا ميرسي يا علا، نوركم والله، ويا رب تكونوا بخير كويس كلكم. طنط هايدي، ايه طنط دي؟ اهلا هايدي، نحبك من ليبيا، نحبك هلبة. غني لما تضحكلي، مساء القمر، مساء الفل، خدي قلبي. لا خلي قلبك. اخبار طنطا ايه؟ بصراحه مش عارفه حاجه عن طنطا لان انا مش من طنطا، بس يعني الحمد لله واضح ان اخبارها كويسه. وحشتيني قوي منور شكري، ميرسي يا منور. عليكم السلام، اخباركم ايه؟ انتوا اللي منورين الدنيا كلها، و يلا النهارده جايه اكيد اكيد هحفظ اللايف. النهارده جاي عشان نتكلم مع بعض، ولو حد بقى عنده اسئله وعنده كلام عايز يقوله لي، اللي ما لحقش يجي في الروم بتاع كلاب هاوس وكان محضر اسئله او محضر حاجه، النهارده انا عامله شاي اخضر وجايه لكم. انا اصلا بقالي حوالي يعني 8 ايام كده عندي دور. انا عندي الاول دور لوز والحمد لله خفيت، وبعد كده بقى عندي احتقان، وطول الوقت بقى حاسه ان انا دوري مضايقني بس مش عارفه ده ايه يعني، فبقى بشرب سوائل وخلاص مش عارفة اعمل ايه. سارة لسه محافظة على الدايت والله، يعني يا سارة انا الحمد لله لما بطني الحمد لله معدتي بقت كويسة وبطلت اخد ادوية، فللأسف بقيت بلبخ شوية. هو الفكرة كلها كانت في الاكل بتاع بالليل، يعني انا كنت ما باكلش مجبرة بالليل، بس لما بطلت خسيت، فدلوقتي انا رجعت لبخ شويه بالليل، بقى عندي الجرأة او الشجاعه ان انا اقدر اكل بالليل تاني. فخايفه جدا لان انا كنت خسيت قوي، فدلوقتي زدت بتاع 3 كيلو، فخايفه بقى جدا اطلع عنهم، فدعواتكم بقى ما اطلعش عن كده. الله يسلمكم يا رب. انا انتصار عطيه فنانه من ليبيا وبحبك كتير وبحب صوتك موفقة دايما. ميرسي يا حبيبتي، وانتي كمان ربنا يوفقك. ان شاء الله منزل دبي. انتي رائعة، ميرسي. ما كنت بجرب درجة الروج قبل ما احطها. لسه على ايدي. اتفضل قول سر. عندي احساس بالشم. الحمد لله الشم موجود. الله يسلمك يا رب. اهلي، الله يسلمكم يا رب.
بحبك من السودان. انا في اغنيه بتزن في وداني بقالها فتره. لا انا مش من اسكندريه بس بحب اسكندريه قوي وبحب اهل اسكندريه جدا. بتكلم مع دينا. لا والله للاسف مش قوي. انا فنان من امريكا وبحب صوت احمد. يا نهار ابيض احمد كمان يا جماعه، يعني فناننا المبدع اللي هو اصله من منصوره وما شاء الله بقى احترف وكان عايش في امريكا فتره كبيره جدا جدا، وامريكاني طبعا هو. صوت عظيم. انا مغربيه. كيفك حبيباتي، دي كيفك جمع صح. كان بغيك بزاف من المغرب. لما ميسيو لما، هو انتي لما لما جماعه. انا يعني انا بس عايزه اقول حاجه، انه لما دي انتوا يمكن مش شايفينها كويس، بس لما كانت من الفانز اللي بيجولي عند الباص في ستار اكاديمي. يعني كنت بخلص البرايم كنت بتبقى واقفه لي وماسكه البانر وبتنده عليا، وهي لبنانيه وكذا مره قابلتها وشفتها في لبنان، ومن الناس اللي بجد يعني عندهم اصل كده وبيحبوك من قلبهم من غير اي حاجه. فستار اكاديمي بالذات من البرامج الحلوه جدا جدا، لان هي بتعمل قاعده جماهيريه كبيره قوي قوي. بس لو يعني مثلا نقول 60% انه بيبقى الجمهور بتاع ستار اكاديمي بيتابع ستار اكاديمي، بيحب الفنان بس هو بيتابع ستار اكاديمي اكتر. يعني لو انت رحت وجي حد بعدك فهم هيتابعوه مثلا، او هم ممكن ينسوك كمان شوية. لكن انا الحمد لله طلعت بناس من الجمهور من ستار اكاديمي بيحبني لحد اللحظة دي الحمد لله، وبيتابعني وبيقولي كلام حلو وطول الوقت بيدعمني. فانا الناس دي غالية على قلبي قوي، لان بحس فيهم بوفاء وبحس باصل طيب، ودايما بيكونوا شايفين الخير وبيكونوا شايفين حاجه حلوه فيا، وبحس انهم عارفيني اكتر من نفسي. لان في لحظات انا كنت في الاكاديمي فيها قعدت 4 شهور يعني اون اير والكاميرات في كل حته، فهم كانوا شايفين كل جوانب شخصيتي اللي انا يعني مستحيل اكون متخيله ان هم شايفينها. شايفيني مثلا وانا زعلانة جدا بس انا مش عايزة ابان قدام الكاميرا وبطلع استخبى عشان ما بانش وعايزة ابقى مع نفسي مثلا. فكانوا حاسين بيا جدا وشايفيني في كل اوقاتي. فانا بشكر كل الناس اللي لحد النهاردة متابعيني وبيحبوني وعارفين هايدي من جواها قبل ما يكونوا متابعين هايدي اللي كان صوتها حلو، وهم حبوا شخصيتي وحبوا الطبيعة الحمد لله والعفوية اللي الانسان كان فيها. فانا بشكرهم على ان هم كانوا جنبي في كل السنين دي. معلش انا ما كنتش شايفه كل الاسئله، كنت بتكلم. بحبك كتير هايدي، وحشتينا يا ديده. لاف يو فروم ليبانون. هايدي عندك تواصل مع مرتضى؟ مرتضى عندي ودايما بشوف اخباره، وربنا يوفقه دايما يا رب. هايدي نفسي اتصور معاكي، اتفضل. ممكن تغني طرب؟ بحبك انا من لبنان. قد ايه طولك؟ مفيش هزار، بحبك وقد ايه طولك على طول. عشان انت قلبك طيب وصافيه. الحمد لله والله الحمد لله يا ديده. والله من شويه بعيد مشاهد من ستار اكاديمي وبشوف عشانك، وخصوصا جلساتك انت ونسيم. بحبك من الجزائر. هايدي لا يمكن انسى ضحك بالذات. انا مش مصدقه يا حمزه ان انت فاكر المشهد ده، لان انا لحد اللحظه دي مش قادره استوعب انا ازاي عملت المشهد ده. هو يا جماعه المشهد ده كان دور تمثيل موقف، ان احنا في العربيه وعلقنا في الزحمه، يعني اسمها ايه، انا بقولها ليه باللبناني، في الزحمه ومش وخلاص، وانا بقى فقدت السيطره على اعصابي وبزعق ومتعصبه. بس ادخلوا شوفوه بقى على اليوتيوب. في حد بيقول نصيحة. هقول لك حاجة حلوة لعلاج اللوز، عليكي بالشاي المغلي نحط عليه سكر وايه وتغرغري بيه. برافو عليك. هو فعلا الشاي المغلي انا بعمل فيه كده وبغرغر بيه فعلا وبيعمل فعالية. بس اللي عامل معايا فعالية حلوة جدا برضو المية بالملح،
بغرغر بيها. والدكتور بتاعي، بس طبعا ده مش لكل الناس، كان قبل كده قال لي ميه الاكسجين بس الطبيه دي بتبقى جوه العمليات اصلا، الدكتور بيطهر بيها. مره كنت انا عندي دور لوز شديد قوي، الدكتور عمل لي بيها، طهر لي بيها اللوز، وما شاء الله جابت على طول نتيجه. يعني تابعت ستار اكاديمي عشانك، شخصيه وتربيه، بحبك هايدي، انا من الصومال. والله انا الكلام ده بجد بيبسطني قوي. سلام من الجزائر، الوجع كان في زورك؟ والله ولسه مستمر. فاكره هايدي لما كنت بتاكل عنب؟ احنا كنا بناكل اكل ارانب، مش عايزين نتكلم بقى. يا نهار ابيض، يا نهار ابيض، حد فكرني بيوم الدجاجه النيه، الفرخه النيه. انا يا جماعه بمنتهى الامانه وبمنتهى الصراحه فاشله في الطبيخ. فانا كنا احنا يعني بصوا بمعنى الكلمه بنتوحم على اكل مطبوخ، وكان بيجي لنا اكل غريب، يعني اكل حلو الحمد لله ونعمه ربنا وكل حاجه، بس اكل اللي احنا مش متعودين عليه. فانا بالنسبه لي كان نفسي اشرب شويه شوربه، كان نفسي اكل فرخه مثلا مشويه، فرخه مسلوقه حتى بشوربه، اي حاجه، حاجه انا عارفاها. فقررت ان انا اطلع مواهبي في الطبيخ، وطبعا كل الناس اللي كانوا في الاكاديمي ساعتها معايا وقفوا في ظهري عشان نفسهم هم كمان ياكلوا اكل مطبوخ. بس ادخلوا برضو على اليوتيوب اتفرجوا، اكتبوا هايدي فرخه، بس هايدي موسى فرخه، هتشوفوا الفضايح. دي ده في شيء جديد. ان شاء الله باذن الله. انا دلوقتي بحضر حاجتين، حاجه مصري وحاجه خليجي. انا ما كنتش عايزه بصراحه اقول، بس قررت بقى ان انا اقول ان شاء الله. انا بس بقرا بالراحه واحده واحده. ايه الجديد يا هايدي؟ الف مليون سلامه. هلو دودو، احنا فانزك من ستاراك. ايوم الفرخ. اهم حاجه نسيم الوحيد اللي وقف جنبي، يعني كله بقى اول ما شاف الفرخه وفي دم، وانا انا بقى ايه، مش مثلا اتكسف بقى واختشي واقول خلاص يا جماعه انا فشلت، لا لا، ازاي؟ انا قلت لهم احنا هنكمل الفرخه، والفرخه دي هناكلها، يعني ناكلها، وهاتوا ليمون نحط على الفرخه والشوربه عشان الليمون بيقتل الميكروبات بتاعت الفرخه يعني. ونسيم فضل بصراحه واقف جنبي لاخر لحظه. احمد بيقول لي هايدي سؤال من محب بدون زعل، عامله ايه في حلمك؟ بجد سؤال محب ليكي، وعايزه اشوفك في اعلى درجات الفنيه. ميرسي قوي قوي يا احمد، ومن غير زعل اكيد. كلنا بنسعى وكلنا بنجتهد، وانا عن نفسي بعمل كل اللي اقدر عليه وزياده. في شويه عقبات بس وشويه ظروف انتاجيه على فنيه، بس هقول لك حاجه، ان الانسان يبقى مرتاح مع نفسه ومتصالح مع نفسه ومفيش حد عامله ضغط نفسي، ده بالنسبه لي من اهم اسباب الحياه. مش هقول لك بقى الفن، يعني اكيد اكيد لازم اخد ريسك ولازم اجازف، بس ما اقدرش اجي على حساب راحتي النفسيه. مش مثلا هروح امضي مع شركه واعمل احتكار 10 سنين واقول خلاص انا وحظي بقى وزي ما تيجي تيجي، سواء اعمل وما عملوش. لا، انا بصراحه لازم اكون مرتاحه نفسيا عشان اقدر اطلع للناس، عشان اقدر اعمل لايف زي ده، عشان اقدر اتكلم. فهو ده يمكن اللي مخلي شويه الدنيا عندي فيها عقبات، بس الحمد لله الحمد لله انا راضيه عن نفسي وراضيه عن الحاجات اللي بعملها. اكيد اكيد دايما محتاجه اكتر، ودايما محتاجه احس ان انا بشتغل اكتر، بس الجاي ان شاء الله احسن. عندك اخبار عند حنان الخضر؟ طبعا السؤال ده هو مش سؤال واحد، هو اكتر من 30 40 سؤال. انا والله يا جماعه زي زيكم، انا نفسي اطمن على حنان، بس ان شاء الله ان شاء الله تكون بخير وكويسه، ويا رب يا رب لو هي شايفانا او سمعانا تكون في احسن صحه واحسن سعاده وتكون مرتاحه نفسيا، ده اهم حاجه. هديل بتقولي فاكره كان في خناقه في الاكاديمي وانت قاعده بتاكلي خوخ؟ عادي جدا هديل، انا طول عمري متصالحه مع نفسي. بصوا والله يا جماعه انا عندي مشكله، بس انا مش عارفه، حاساها حاجه حلوه يعني، هو مش برود، بس انا من الصعب جدا ان انا استفز.
او ان انا حد يقدر يعصبني، فلما بتعصب او مثلا بدخل في حوار فيه مشكلة او خناقة، ده بيبقى في اقصى خلاص، ما انا شايفة ان الموضوع يعني صعب جدا. فممكن اشوف خناقات كتير جدا عادي قدامي، واشوف مثلا حد من اخواتي بيتخانق مع الحد التاني عادي، ما بتدخلش، نادرا ما بتدخل، عشان ايه يعني ما اعرفش، بحس ان انا يعني الموضوع هيعدي، ليه احرق اعصابي وليه اقوم واشد اعصابي واخد من طاقتي ومشاعري وموضوع بعد 5 دقايق هينتهي؟ لا، خلينا احنا في الاخر. هادي شرارة. مين فاكر الاغنية دي؟ اسيل، اسيل بتقول لي بصراحة ما تزعليش مني، انتي مش حلوة بس قلبك احلى. والله يا أسيل أنا يعني اعتبرته كومبليمون. مين الكاتب والملحن الخليجي؟ دي الحاجة اللي لسه دلوقتي في دائرة البحث، بس إن شاء الله هيكون ليا تعاون مع ملحن خليجي، وهو ملحن خليجي كبير إن شاء الله، إن شاء الله يعني. بس ادعوا لي بقى ربنا يكملها على خير. محدش يفكرني بحساس الرأس، محدش يفكرني بحساس الرأس، هادي عوضة موجود ويشهد عليا ان انا كنت تلميذة نجيبة. انا بقرا شوية شوية البتاع، معلش. امتين جاية على لبنان؟ والله انا كنت لسه في لبنان وان شاء الله عايزة اروح تاني بصراحة. ربنا يا رب يطلعهم من المحنة اللي هم فيها يا رب، ويعديها معاهم على خير. حاضر يا عبير. عبير بتقولي ممكن تعملي شعر كيرلي؟ هو انا طبيعة شعري يعني انا كده مثلا عاملة بس القصة، طبيعة شعري مش كيرلي قوي، بس انا معرفش، ما بحبش نفسي في الكيرلي قوي يعني. في ناس بتتكلم كلام ملوش لازمة كتير قوي. مش فاهمة حاجة. We limit how often you can do، يعني ايه بقى؟ اعتقد ان في ناس بتعمل حاجة، ثواني بس على اللايف. في حاجة بتجيلي غريبة جدا في اللايف، مش فاهمة ده ايه. limit how often you can do things on Instagram to protect our community، مش فاهمة حاجة، عشان انا مش عارفة اشوف. كل شوية جيلي حاجة زي كأن حد بيعمل سبام على اللايف. تقريبا احنا عارفين مين طبعا، بس بجد يا جماعة انتوا ما زهقتوش في ايه؟ معلش، هو في حاجة غريبة عمالة تظهر لي بس مش عارفة. انستجرام معلق؟ لا هو مش معلق، هو في حاجة عمالة كأني بيجيلي سبام على اللايف، انه بيقولي ان احنا ممكن اوريكم كده كلكم، خلينا نعمل شير ونشوف ده ايه مع بعض. ده ايه بقى؟ ممكن حد يفهمني ده ايه؟
امال ده ايه اللي بيجيلي ده؟ انا مش فاهمه ده ايه بصراحه اللي بيجي ده خالص. ده ايه بقى؟ انت سامعيني طيب؟ لان انا كل شويه يجيلي ده في اللايف، ممكن اقفل اللايف وافتحه تاني احسن. انا عملت صورة عشان تشوفه دلوقتي. انت شفتوا اللي انا شايفاه؟ طيب انا مش عارفة اشوف الكومنتس عشان اللي بيظهر لي ده من انستجرام ده كده، يعني انستجرام معلق. اوكي يلا هقفل وافتح تاني. خلفته في ايه؟ معلش، واضح ان في مشكلة في اللايف النهاردة في انستجرام، او هو اصلا معلق لان اكتر من حد بيظهر له نفس الكلام ده. فمعلش نأجل اللايف يوم تاني، بس انا عندي فكرة. ايه رأيكم اللي عنده اسئلة هي امنية على الكلام الجميل ده، وان شاء الله يتقابل باذن الله قريب في حفل. يا رب تكوني مبسوطة معانا يا ندى. بصي انا اللي هزعل لو في يوم بجد شفتيني صدفه وما جيتيش سلمتي عليا، لان انا بجد بتبسط قوي لما حد بيجي يسلم عليا، بحس بطاقه حب كده حلوه وببقى ماشيه يومي بيحلو. فاكيد لازم تيجي تسلمي مره. سؤال طيب، الابيض في كحلي يعني مش واكل معاكي؟ احسن شاعر في مصر اكيد راؤول. عايزه ابارك لاحمد عشان هو بيزعل قوي لما بقول له يا احمد، مش عارفه ليه. الف مبروك على اغنيتك الجديده اللي طبعا فنانه كبيره نوال الزغبي، اغنيه ارقص. يلا ان شاء الله عقبال اغانينا سوا. قررت اقوم انام خلاص، بس لا، الكلام الحلو ده لازم يترد عليه. يعني اقول لك ايه طيب؟ انت انسانه بجد جميله جدا جدا، ربنا يسعدك يا رب ويديك على قد نيتك الحلوه وعلى قد الحب اللي جواكي. اهلا واهلا ناس اهل اسوان واهل النوبه واهل الصعيد كلهم، ان شاء الله يا رب اجي اسوان والاقصر لان نفسي اجي قوي قوي قوي. ربنا يعزك يا رب ويخليكي، وتحيه خاصه لكل اهل الجزائر. كلام القمر ده ربنا يخليكي يا رب والله، ودايما كده يا رب يجعل لي نصيب للحب ده في قلبك. اهل السعوديه حبايبنا، ويعني من القلب للقلب واصل الحب. واكيد اتمنى ان شاء الله اعمل حفله تانية قريب في السعوديه وفي الموسم ده السنه دي، فدعواتكم ان شاء الله. والله يعني كان نفسي ابقى انسانه هادفه واقدر افيدك، بس انا للاسف كل يومين بروتين جديد، يعني كل ما اجيب حاجه جديده بجربها، فانا حاسه ان مش حاسه بحاجه يعني. والله حلو جدا. انا عندي بستعمل الفرشه بتاعته، بستعمل البيبي ليس بتاعه برضو حلو جدا، بس الفكره ان كل حاجه اعتدالها احسن حاجه، ما نعليش الحراره قوي وبرضو ما نستعملش حراره كتير على الشعر. هو بس لازم علشان ينتج له، يعني لازم يكون في جهه انتاج، مش شرط شركه، يكون في جهة انتاج ويكون في كمان ادارة اعمال عشان ما يبقاش الفنان عشوائي، يعني يبقى عنده خطة، عارف هو بيعمل ايه في حياته، عارف بكرة في ايه، عارف الاستاب. ايه طيب عشان الحلفان؟ حلف القمر يمين وقال لي يا حلو ساعة ما شافك، الأسامي هي هي والقلوب اتغيرت والسنين رايحة. لك هنا خليك وبلاش تفارق، بتقول يومين وتغيب سنة، بلاش تفارق خلتنا خاف، لما بحس بخطوتك واخداك بعيد. ليلة لو باجي ليلة في عمري أبيه الليل.
في ليلة عيونك هي ليلة عمر هي ليلة عمر. حاضر يا هشام. ملعوبة ملعوبة جنني بسلوبة، رضيت بعيوبة وقلبي دق ولا الستوري كذا مرة عشان مش عارفة امسك نفسي. بس انا لو مكانك حقيقة يعني اخليه يندم، يندم على اللحظة اللي فكر يسألني فيها، مع احترامي بقى سواء كبير او صغير. اول حاجة ربنا يا رب يرزقك الامان والسكينة في قلبك. تجربة التفكير الكتير والقلق والافكار الوحشة والخوف تجربة صعبة جدا، وعايزك تبقى بس متأكد من حاجة، ان انت ان شاء الله لا تخرج نفسك من الازمة دي، لان صدقني وقت الخوف وقت الافكار الوحشة ووقت الكلام ده كله انت بتبقى لوحدك. لو انت اللي مواجهتش نفسك وقفت قدام نفسك وقررت انك تطرد المخاوف وكل الكلام ده، مفيش حد يعرف يساعدك. يعني اكيد اكيد ممكن الانسان يوصل لمرحلة انه مش عارف يساعد نفسه فبيلجأ بقى لدكتور بعد كده، بس المراحل الاولانية حاول انت تقوم نفسك. حاول، وعايزاك او عايزاكي تشاركوا حد الموضوع ده، حد قريب منك قوي، يعني والدتك والدتك، تتكلموا معاهم تحكي لهم عشان يبقى في حد حاسس بيك. وفي نفس الوقت انا بس عايزه اقول لك حاجه، انت مش لوحدك في القصه دي، وممكن يكون انا وغيري بيحس نفس اللي انت بتحسه، بس الفرق ان مفيش حد بيحكي. فخليك واثق في نفسك، واجه اللي انت بتخاف منه. بتخاف مثلا مش عارفه تنزل فين، انت بتحس انك هتموت هيحصل لك حاجه، انزل واثبت لنفسك العكس. بس النهارده الستوريز عليك. بص انا بس هطلب منك طلب واحد، انت واضح ما شاء الله ان انت بتصلي وبتقرا قران وانسان جميل جدا. عايزك بس لو بتصلي 5 دقائق خليهم 10 دقائق خشوع اكتر من جواك، يعني حاول تتمسك حبيبتي. ربنا يروق بالك يا رب، وان شاء الله هتعدي على خير وهتبقي اقوى مما كنت بكتير جدا بعدها. واخر حاجه اقولها لك انه مرحله وفي حياتك، وهتعدي وهتنتهي وهتبقي احسن ان شاء الله.